مشاهدي الكرام، للمزيد من المتابعه معنا موفدنا الى الاراضي المقدسه محمد ترك. محمد، ربما كل الحجيج قد صعدوا او ربما معظمهم الى عرفات وهو الركن الاعظم في الحج، ما هي مشاهداتك الان من مكانك هذا؟ نعم، اهلا بك واهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل انحاء العالم، من ينطقون باللغه العربيه ويتابعوننا. هذا يوم الحج الاكبر، هذا أعظم يوم يشهد في تاريخ، يوم المغفرة. أقف الآن في هذا الموقع ومن خلفي مسجد نمرة، حيث يتوجه الحجيج الآن. إذا كنتم ترون الصورة من خلفي، يتوجه الحجيج الآن باتجاه المسجد للاستماع ولحضور خطبة عرفة، وبعدها صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا تقديما. إذا مشاهدينا الكرام، الحقيقة أننا في داخل المشهد الكبير، المشهد الأهم، المؤتمر الإسلامي السنوي. نعم بالفعل، اكتمل تصعيد الحجيج تقريبا. من لم يدخل عرفة حتى الآن هم أعداد قليلة، وعليهم أن يتواجدوا هنا ليقفوا في هذه الأماكن على صعيد عرفات الطاهر لفترة ويمكثوا فيها قبل الغروب كي يكونوا من أهل عرفة. إذا نعم، المشاهد يعني ربما الكاميرا يعني لأننا في مكان مرتفع، لكن تحتي الحجيج هنا، يعني إذا كنا نستطيع أن نصور. نعم، الكاميرا تنقل يا محمد، تنقل المشاهد، نتابعها معك. الكاميرا فعلا جميل. يعني أنتم ترون الناس تسعى تطلب يعني الرزق من الله سبحانه وتعالى، تكابد معيشة في هذا اليوم. الحقيقة درجة الحرارة للغاية مرتفعة، ربما الرطوبة ليست مرتفعة لكن درجة الحرارة يعني كل الناس زي ما حضراتكم شايفين بترفع الشمسيات لمحاولة الاحتماء من الحر. البعض نصب خيما لنفسه والبعض الآخر يتوجه إلى الخيام التي أعدت له من قبل بعثاته والسلطات السعودية. على أي حال، هذا هو المشهد الأكبر. يعني القلوب بتتحد اليوم والحناجر بتتحد على الدعاء، على التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، على طلب الرحمة وطلب المغفرة. هذا بالنسبة للإنسان أعظم أيام تاريخه، أعظم أيام عمره. يعني اليوم الذي يغفر فيه كل الذنوب مهما كانت، أيا ما بلغت، حتى وإن بلغت عنان السماء قرابة ملء الأرض، الذنوب تغفر ها هنا في هذا التوقيت. إذا يعني الجميع لديه هذه الفكرة، لديه هذا الأمل، لديه هذه الرحمة في داخل قلبه. ما من يوم يعتق فيه عباد من النار كيوم عرفة. عند نزولهم تتنزل الرحمات وهم ينفرون من عرفة بعد أذان المغرب، تتنزل الرحمات على النافرين أثناء نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة. هنا مشهد المغفرة، هنا مشهد الرحمة، هنا مشهد القبول، هنا مشهد التجرب كذلك. يعني الناس تضع ثيابها الدنيوية، تتخذ من زي الإحرام وهو يماثل كثيرا كفن الموت قطعتان من القماش. يتركون الدنيا، يتركون أهلهم، يتركون أموالهم، يجيئون إلى الله سبحانه وتعالى بأبدان خاوية، بنفوس صافية، وهكذا يجب أن يكون، بقلوب واجفة تخاف الله سبحانه وتعالى لكنها تطمع كثيرا في رحمته، ترتجي الرحمة من الله والمغفرة في نهاية هذا اليوم. الحج المبرور كنص الحديث ليس له جزاء إلا الجنة. الإنسان يولد من جديد، يعود كيوم ولدته أمه. هذا إذن هو الحج، هذا إذن هو عرفات. يعني يستحضر الحجيج هنا هذه المعاني. ربما المشاهد يعني لن تتلمس ما أقوله في عموم المشهد عندما تتابع الناس. الناس يسعون في الشوارع، لكن إذا تلمست تفاصيل كثيرة ستجد من يجلسون ليقرأوا، ستجد دموعا تنهمر على جوانب الطرقات، ستجد كثيرا من القرآن يتلى في هذه الشوارع، ستجد كثيرا من يناجون ربهم. إذا كلنا نفس الرجل، النساء والرجال هم نفسهم،
قلب متجه إلى الله لا يرغب إلا في شيء واحد، منهم من يقضي فريضته الخامسة ومنهم من يقضيها ويريد الرحمة منهم. يعني الكثير، قابلت كثيرا من الدموع ومن العبرات، وبالمناسبة كثير منها مختفي، كثير منها يتخفى لا يظهر. أعود إلى أخبار البعثة المصرية، الحمد لله تم تسكينها وهي موجودة الآن، ويعني الأحوال تسير بشكل جيد وبشكل لائق. الحقيقة الكل الآن من الناحية اللوجستية، من الناحية السكنية، من ناحية الخدمات، الحمد لله ليست هناك حالات خطيرة إلا اللهم إلا موضوع الشمس، يعني أرجو أن يحتمي الناس منه قدر الإمكان. الحمد لله لا توجد حالات رصدت خطيرة حتى هذه اللحظة، لكن الجميع الآن عليه أن يتوجه فقط للذكر والاستغفار والاسترحام، أن يتوجه إلى الجنة إن شاء الله بعد قليل تتنزل الرحمات، مجرد دخول وقت المغرب إن شاء الله. شكرا موفد أون لايف إلى الأراضي المقدسة الزميل محمد ترك، وصف لنا المشهد روحيا ووصفه أيضا كما رأيناه على الشاشة. شكرا جزيلا، سوف يكون لنا رسائل أخرى مع محمد ترك.